كيف ما بتزت اللبناني بيجي واقف، اللبناني ما بينجح إلا برات بلده، المختربين ثروة، وين في لبناني في نجار. عبارات ودعايات وسياسات كلها بتذكرنا بأنه لبنان بلد قايم على الهجرة من زمان، بطبيعة سكانه أنه لما يصيروا قادرين بيفلوا لينجحوا بكامل أنحاء العالم. على مدخل العاصمة حد مرفق بيروت في تمثال بيحتفل بهالهجرة من خلال نصب للمهاجر اللبناني. بخبر التمثال أسطورة الهجرة، قصة رجال تركوا بلدهم لبنان لأسباب سياسية بالأول وبحثاً عن النجاح بعدين، رجال حملوا معهم عاداتهم وخلقوا لبنان وين ما راحوا، رجال بعتوا مصاري وعيشوا البلد يلي تركوه وراهن. هيدي الأسطورة صارت من أسس الهوية اللبنانية، هوية بتقول إنه اللبناني منفتح للعالم الخارجي والهجرة بدمه، ما في عائلة ما فيها على القليلة حدا برا. بس على شواطئ نفس هالبحر ما حدا بيتذكر إنه في ناس كمان طلعوا بالبحر، جربوا يلاقوا مستقبل أحسن لقلهم ولولادهم، بس ما لاقوا إلا مهربين وجيوش وبحر وموج. منهم وصلوا ومنهم رجعوا ومنهم ماتوا. ما في تمثال هون ليتذكرن لأنهم بيخربوا قصتنا عن الهجرة وعن مين نحن. ما حدا منهم له محل بأسطورة الهجرة، إنه بنعمل الهجرة إنه شيء رومانتيكي، بينما الهجرة بتاكل منا، بتشيل منا من حياتنا. لأنه نحن لما بنترك بلدنا وبنترك أهلنا وعائلتنا وأصحابنا أكيد عنا فرص عمل، فرص دراسة، فرص إنه نصير شيء جديد، بس بنفس الوقت عم نترك أشياء جزء منا. فهالأمور هيدي ما فينا نتغاضى عنها، هيدي إلها تأثير على مشاعرنا، على عواطفنا، على حياتنا اليومية. لهالسبب لازم نخبر القصة بكل تشعباتها. لما نتطلع على الهجرة من شواطئ عكار وطرابلس بنشوف قصة تانية، قصة هجرة بتاكل منه، قصة بلد قايم على الانسلاخ والشرخ، قصة بتتكرر مع كل جيل، أهل بيربوا وبعدين بيودعوا، ناس مخيرة بين يبقوا بمجتمعهم وبين إنه يأمنوا حياتهم، وهالشرخ صار هوية نحتفي فيها. بركي صحيح كيف ما بتزد اللبناني بيجي واقف، بس ليش مضطرين ننزت كل مرة؟ مشكلة الأساطير إنه بتعتم على حقائق معقدة اقتصادية عسكرية تاريخية وبتلغي كتير ناس، أوقات حتى الأكترية منهم، تتقدر تركب صورة مثالية عن الهوية اللبنانية. أسطورة الهجرة هي بالواقع قصة كم شخص تعممت على الكل، تصارت تجربة الأكترية ممحية ومنسية، مثل تجربة رجال ونساء عكار اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين يلي ما لقوا محل برواياتنا الوطنية فلقوا البحر. قصتنا معقدة أكتر من هالأسطورة، وبتبلش لما نوقف على شواطئ عكار ونرجع نخبر هالتاريخ. نعرف إنه إجوا من حمص، نعرف إجوا من حما، نعرف إجوا من لادقية، نعرف إنه إجوا من الشام أكيد، وإجوا من رام الله وبيت لحم وحيفا ويافا. فطبعاً الأعداد الكبيرة عم تجي من زحلة، من جبل لبنان، من بيروت، من طرابلس، بس كمان في أعداد، يعني ممكن نقول إنه على الأقل هالهجرة جماعية تلتون كانوا جايين من ما يعتبر حالياً سوريا. رغم تنوع هويات المهاجرين بأواخر القرن التاسع عشر، منفكر بتاريخ هجرتنا كتاريخ لبناني وبس، استثنائي بيعبر عن تاريخ بلدنا نحن. ليش؟ لأنه تركبت الهجرة كوحدة من أسس الهوية اللبنانية بالقرن العشرين. مع بروز هوية سياسية لبنانية صار من الضرورة كتابة تاريخ وطني، تاريخ استثنى التداخل والتنوع اللي كان موجود قبل ظهور الدول الحديثة. مشان هيك الأسطورة عزلت المهاجرين اللبنانيين عن باقي المهاجرين، وحولت الهجرة لشي نابع عن مين نحن، كأنه طبيعي أو تلقائي وما له علاقة بظروفنا أو نظامنا أو اقتصادنا. قبل بروز هوية سياسية لبنانية، هويات المهاجرين كانت مركبة. إجمالا الناس لما تركوا هويتهم كانت هوية عائلية، هوية من الضيعة، من المدينة، وبأعلى هوية أعلى هوية كان يمكن هوية دينية، إنه أنا ماروني، أنا درزي، أنا شيعي. فعند وصولهم على البرازيل أو الأرجنتين أو عند وصولهم أليس آيلاند بأمريكا، طبعا كانوا يسألون أنتم مين؟ يعني هذا سؤال، لأنه كان على السجلات اللي عم تنحط هونيك السؤال هي كان أنتم مين؟ فجوابهم على أساس أنا من هالعائلة أو من هالضيعة ما بيعني لهم أي شيء للمسؤولين عن الهجرة بهالبلدان. عند وصولهم عبلاد المهجر كانوا يتسجلوا المهاجرين الجايين من المناطق اللي رح تصير لبنان كسوريين لأنه كانوا من بلاد الشام، أو كأتراك ببعض الأحيان. كانت هالهويات نابعة من مفهوم ثقافي للانتماء ومركبة من انتماءات محلية وخاضعة لسياسات إدارية.
حتى مع بدايات القرن العشرين كان في خلاف حول الهوية السياسية اللي بتجمع سكان هالمنطقة. بس هيدا ما بيعني انه هويتهم السياسية كان انه هني سوريين. هيدي الهوية ما بلشت تتبلور الا تقريبا لأوائل القرن العشرين. يعني مثلا يمكن جريدة الهدى كانت عم تقول انه نحن مع جغرافية سياسية بنسميها لبنان، لكن عندك جريدة اخرى من رئات الغرب اللي كان عم بيقول لا نحن بدنا شيء اسمه سوريا، مش على نطاق قطنس عادي بس سوريا، يعني جمع لبنان وسوريا مثل ما بنعتبره هنا. فهيدي انه نحن عم نحكي عن مهاجرين لبنانيين كلمة مش صحيحة. لما نحكي عن مهاجر لبناني منكون عم نطلع على تاريخنا بالمقلوب. الهجرة ما كانت لبنانية، صارت لبنانية بالقرن العشرين لما برزت هوية سياسية لبنانية أعادت قراءة الماضي كماضي بس لبناني، وحذفت كل التنوع والتداخل من هالتاريخ. بعد محل غير لبنانيين من الهجرة تتنبنى الأسطورة الاستثنائية، تلخصت أسباب الهجرة بمسائل سياسية وهويتية. الرواية السائدة هي أن المهاجرين من متصرفية جبل لبنان وتحديداً لموارنة هربوا من اضطهاد طائفة، بس الأسباب الفعلية للهجرة كانت أساساً اقتصادية. بلد قايم على الهجرة هو بلد ما بيقدر يأمن حاجات سكانه. الهجرة منا دليلة عن نجاح، إنما عن فشل. كانت زراعة الحرير تشكل 60% من إجمالي الناتج المحلي بالمتصرفية، ومع دخول الحرير الآسيوي على أوروبا نافس الحرير اللبناني وتحول لأزمة اقتصادية. وإذا منقارن انخفاض سعر الحرير بالمتصرفية مع ارتفاع عدد المهاجرين من المتصرفية بيبين السبب الأساسي للهجرة. أما اليوم الصورة بعد أوضح، الناس ما عم بتفل لأسباب سياسية أو بحثاً عن النجاح أو حباً بالسفر. الناس منا منتشرة، الناس ما بتاخد هيك قرار إلا لما تكون مجبورة. الهجرة هي انسلاخ بالمجتمع، هي شرخ، والأسطورة بدها تقنعنا إنه الهجرة نابعة من مين نحن، مش من فشل نظامنا الاقتصادي. أسطورة الهجرة هي قصة رجال هاجروا بلا نسوان، رجال تعذبوا بالمنفى لوحدهم تيعيشوا البلد يلي تركوه وراهن. الأسطورة بدها بطل أسطورة تتحاول تطمن القلق يلي بتخلقه الهجرة، قلق جاي من التحولات يلي هي فوتتها على المجتمع. لهيك الأسطورة بدها تأكد إنه الهجرة اللبنانية عم تحافظ على عاداتنا، خاصة الذكورية منا، بينما التاريخ بيقول غير هيك. الهجرة كانت عمل جماعي، مش قرار فردي اتخذوه بعض الرجال. عادة هذا القرار كان قرار عائلي، يعني لما عم يتركوا عم يتركوا عائلتهم، وعائلتهم هي اللي عم تحط نوع من الاستثمار بهجرتهم. يعني المرأة عم تشيل اسوار الذهب من عن ايدها وعم يبيعوها او عم يرهنوا الارض لحتى يشتروا الميلون. الميلون هي تذكرة السفر من بيروت على مغساي، من مغساي بعدين على يا جنوب امريكا الجنوبية او امريكا الشمالية. فبمعنى اخر بحياة الهجرة ما كانت قرار فردي، هي كانت قرار عائلي وكانت استثمار عائلي. يعني المرأة حتى لو هي كانت طالعة على البابور معه زلمة، هي جزء من الهجرة، فجزء من القصة. تمثال من وراء أسطورة الهجرة بيتجاهل النساء اللي لعبوا دور أساسي بهالتحول الاجتماعي، وهيدا على كل الأصعدة. يمكن أول أفراد هاجروا كانوا رجال، بس بسرعة دغري، يعني عم نحكي هون بمجرد سنة سنتين ثلاث أربع سنين بالكتير، فجأة بتلاقي إنه المرأة بلشت هاجر، إنه هي المرأة يا راحت لوحدها يا راحت كجزء من الضيعة أو من العائلة راحت معهم. المرأة هي كانت الأساس بخلق نوع من إنه الحياة اللي بتضلها محتفظة على الهوية. اللي عم نحكي عن مسألة الطبخ شيء أساسي بيكون، اللي عم يطبخوا الريحة هالأكل اللي بترجع الإنسان لجذور الأصلية. لشيء أهم من هذا، النساء اللي بلشوا يعملوا جمعيات خيرية لحتى يهتموا بالأرامل وباليتامى، لأنه كان في أرامل ويتامى بين المهاجرين، أو النساء اللي بلشوا يكتبوا على كفامنس، يعني ككتابات نسوية عم تطالب بحقوق أكثر للمرأة، أو منشوف إنه بيصيروا أكتيفست ناشطات بمناطق أخرى. فعلى جميع النواحي المرأة كان جزء من القصة الهجرة اللبنانية. تاريخ الهجرة هو كمان تاريخ يلي بقيوا ومعظمهم النساء تيتحملوا لحالهم أعباء العيلة والبيت، أوقات بظروف أصعب من ظروف هجرة رجال. قد ما ينقال عن اللبناني إنه كيف ما تزدته بيجي واقف، بالحقيقة ما برعوا المغتربين اللبنانيين أكتر من غير مهاجرين. رواية النجاح المبهر هي جزء من التسويق للهجرة لتحويلها بالقوة لقصة نجاح فردي، لأنه ورا هالرواية في غاية مادية، تحويلات من بلاد المهجر يلي صارت مكون أساسي للاقتصاد اللبناني، وصارت كل حكومة بدها تجرب تستقطب أكتر منهم. يعني هالتحويلات المالية كانت أساسية، بس المشكلة دائما كانت بالنسبة
خاصة الحكومات، كان الحكومة العثمانية ولا الحكومة الانتداب الفرنسي ولا حتى الحكومة اللبنانية بعد الاستقلال، إنه هالمصاري كانت تجي على نحو فردي وعائلي مش على نحو استثمار اقتصادي. لهالسبب ب 1954 كمين شمعون أعلن إنه سنة 1955 رح تكون سنة المهاجر اللبناني، والسبب الرئيسي وراها لحتى يشجعوا هالمهاجرين لحتى يستثمروا اقتصاديا بلبنان، وكانت هالمبادرة فاشلة مع الأسف. ومن وقتها كل حكومة بعد كمين شمعون بتفكر نفس الشيء. بس هالسياسات ما نجحت، أولا لأنه التحويلات بقيوا فردية وما ساهموا ببناء اقتصاد منتج، والبرهان أنه بعد قرن من الهجرة بعد الناس عم تنزت لبرا لتقدر تعيش، وتانيا لأنه المهاجرين نفسهم رفضوا يكونوا مجرد ممولين للنظام شحطهم وبدوا يستغلهم. حتى المهاجرين نفسهم هيدي بتلاقيها من كتيب كانوا يتبدلوها مع أهلهم، وحتى بعض الأحيان يتبدلوها مع مؤسسات حكومية. المهاجرين كانوا يحسوا أنه هني مجرد بنك، يعني كل شيء عم يطلب منهم يعطونا مصاري. الاحتفاء بالهجرة محاولة لتغطية مقاس الشرخ الاجتماعي وتحويلها لأسطورة. هالأسطورة محت وبعدها عم تمحي تاريخ واسع من التجارب والأحاسيس والمسارات. لما نرجع نتطلع على تاريخ الهجرة من تجربة المنسيين والممحيين منه، مش بس تنفهم الهجرة أحسن، هي تنفهم حالنا أحسن وتنشوف شو عم نستثني منها نحن كل مرة بنحكي عن هويتنا.